تفتكر انا وانت هنروح الجنه مع بعض؟ اكيد انت مش عايزاني. دي بنت بنوت ولا جرى ايه يا حاج؟ وانت شايفني ايه قدامك يعني؟ سافر معايا عشان نغرق سوا في البحر مش كده؟ انا مش فارق معايا حاجه، انا عايزه اغور من هنا وخلاص. نادر عليا يا هدر، لو خلصتيني لقيت لك 100 شمع في كنيستي. بنحب نشغل قران يمكن الشياطين تمشي. امك مين يا بنت؟ ده انت بعتيها عشان الواد الصايع بتاعي. احمدي ربنا هنخلص من لسنة الناس. عمر امك ما هترضى بيا وعمر امي ما هترضى بيك. شوفي اللي انت بتهببيه فوق السطوح انت وطارق. اللي في بطنك ده لازم ينزل لو عايزه تعيشي معايا. انا محتاجه اعمل العمليه ولو ما عملتهاش ممكن اتفضح. اتسرق. انت عارف اللي انت نقلته ده ايه؟ هتروح السجن. غرفه 60 ده. انا لازم اهج من هنا. سيبك لمين؟